السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكمل كلامنا في كورس السيميوليشن شابتر 13. الشابتر ده بيتكلم عن الويتنج لاينز والكونجز ثيوري. تمام، هنبدأ إن شاء الله. ده هنا بيبدأ يقول الحاجات الأوبجكتيفز اللي عايزنا نتعلمها، وهنا اللاينز بتاع الشابتر، وده انترودكشن كده سريع. الشابتر ده زي ما قلنا بيتكلم عن الكيونج ثيوري، وهو بيقول ان دي استودي للويتنج لاينز اللي هي الطوابير عامة، دي اللي بتكون موجودة في اغلب حياتنا، سواء الشركات، البنوك، السوبر ماركتس، الاماكن دي كلها بيكون فيها الويتنج لاينز. فدي كان حاجة من هنا بقى ليها موضع مهم للدراسة. فاول فيتشر للويتنج لاينز ان هي كوانتيتيف اناليسيس تكنيك، كوانتيتيف لان دي فيها كميات نقدر نعدها. مثلا الحاجات الاساسيه من الكيوينج بروسيس اللي هي الارايفلز، تمام، الناس اللي هي بتوصل، والسيرفيس فاسيليتي اللي هم اوقات بيقولوا عليها السيرفيس ريت، والويتنج لاين نفسه او الكيو نفسه. في شوية حاجات كده هنعديها برضو في الشابتر ده لأن النظر بتاعه كتير شوية، فدي ممكن تتقرأ عادي. تمام. الـ Analytical Models of Waiting Lines can help managers evaluate the cost. يعني هو المهمة كلها، وإن احنا ليه عملنا الدراسة علشان المانجرز يقدروا ان هما يعرفوا الكوست بتاعهم ايه والافكتيف ان الناس بتاعته على السيستم، بحيث ان هما يقدروا يتحكموا في الكوست ده ويبقى بيتحكموا فيه بالريت اللي هم عايزينه. تمام. طيب هنا بيقول اللي هو الموست ويتنج لاينز البروبلم بتاعتهم ان هم بيفوكس على ان هم عايزين يشوفوا الايدل ليفل من السيرفيس اللي الشركه دي هتقدمه، من حيث ايه مثلا، من حيث اللي هم العدد الاماكن اللي بتقدم السيرفيس دي يقللوها او يزودوها، والكلام ده هنعرف بناء على ايه قدام. الويتنج لاين كوست هي الكوست نفسها اللي موجوده، التوتال كوست بتاع الويتنج لاين. بيقول ان هنا في تريد اوف بتوين الكوست اوف البروفايدنج السيرفيس اللي انت بتقدمها والكوست بتاع الويتنج تايم. المانجر بيبقوا مهتمين ان هم يعرفوا الاثنين دول، الكوست بتاع بروفايد السيرفيس دي اللي هو الشركه مثلا بتكسب قد ايه لما بيبقى في عندك ناس موجودة في الطابور، فلما واحد بيشتري السيرفيس دي فانت بتكسب الجزء ده من الكوست، وبيسموه اللي هو البروفايدنج سيرفيس كوست. الكوست اوف الويتنج تايم، الناس اللي هي بتبقى واقفة في اللاين دي بيبقى في كوست انت مهتم بيها لان بتأثر عليك. زي ايه مثلا؟ زي مثلا لو انت واقف في طابور او في طابور عندك في الشركة، فالكوست بتاع الويتنج تايم ان هو ما بيحصل امتى؟ لما يكون مثلا واحد شاري، نفترض ان انت في سوبر ماركت ويكون في الطابور ده في واحد شاري مجموعة من الحاجات من السوبر ماركت ده، والويتنج لاين بتاعه كبير، تمام، الويتنج لاين اللي هو واقف فيه كبير، فبالتالي الويتنج تايم اللي هيستناه كتير، فبالتالي الراجل ده ممكن يزهق ويسيب الحاجة اللي اشتراها دي ومشي، فانت كده خسرت كوست. تمام. بيقول ان انت ممكن تتعامل مع الكلام ده بتو تكنيكس، ان انت يكون عندك لارج ستاف، او بمعنى صح يكون مثلا عندك اكتر من شباك بيقدم السيرفيس دي، فبالتالي ان هيكون عندك هاي ليفل اوف سيرفيس وما فيش ناس كتير بتقف في الطابور، بس هيأثر عليك في ان انت الكوست بتاعتك هتعلى، لان انت الموظفين اللي انت موقفهم في الشبابيك دول بياخدوا سالري، فبالتالي لما تزود انت عدد الشبابيك دي او اللي هم عدد الشانلز بتوع السيرفيس بتاعتك بيكون عندك كوست عالي، بس بتحقق رضا العميل وبتعمل سيرفيس ريت كويس. فهنا دي برضو مش افيشنت، طريقة مش افيشنت. ليه؟ لان انت بتزود الكوست عندك. الحاجة التانية ان هو مثلا ده نفس الحاجة التانية اللي هو يقلل عدد الشانلز اللي بتقدم السيرفيس دي، فبالتالي انت بتقلل الكوست بتاع السيرفيس اللي عندك، لكن انت العميل بيبقى ديساتسفايد، يعني هو ممكن يقف كتير فالموضوع ده بيبقى بالنسبة له مش مرضي، فدي حاجة تانية. السيرفيس فاسيلتي ار ايفالويتد اون ذير توتال اكسبكتد كوست.
التوتال اكسبكتد كوست دي حاجه هنجيبها في بعض المسائل، اللي هو بتكون عباره عن سم السيرفيس كوست، السيرفيس اللي انت بتقدمها فبيبقى ليها كوست، والويتنج كوست اللي احنا لسه متكلمين عنها من شويه. هو بيبقى وظيفته ايه في الـ او المانجر بيبقى عايز ايه؟ بيبقى عايز يمينيمايز التوتال اكسبكتد كوست اللي هو مجموع التو كوستس دول، السيرفيس والويتنج. وهنا ده جراف كده بيوضح لك العلاقة بين الكوست والسيرفيس ليفل. فهنا بيقول ان لما السيرفيس ليفل بيكون عالي اللي هو بيبقى عايز يمينيمايز الكوست، تمام. فهنا دي اللي هي الاوبتيمال سيرفيس ليفل، ودي الكوست اوف بروفايدنج السيرفيس. فلما يكون السيرفيس عالي بتكون الكوست بتعلى معاه، دي علاقة طردية. ولما بيكون الكوست اوف الويتنج اوف الويتنج تايم كده ان هو بيبقى قليل، فبالتالي بيقلل الكوست بتاعتك، بس زي ما قلنا العميل مش بيبقى مرضي، فهو عايز يوصل للاوبتيمال سيرفيس ليفل. دي كان مثال على الكونج ثيوري، وهو بيقول ان انت لو عندك مينا، تمام، المينا دي بيبقى بتنزل في الشفت الواحد 5 سفن، تمام. في عندك بيقول اللي هو الايدل شيبس دي ار اكسبنسيف، الايدل شيبس اللي هو السفينه اللي بتبقى واقفه ما بتعملش حاجه، ما بتعملهاش انلود، فده بيكلفك كوست، تمام. فهنا بيقول برضو ان انت لو استخدمت ستاف اكتر من تيم ان هم يعملوا انلود للشيبس، دي حاجه كويسه، بس الموضوع ده بيبقى اكسبنسيف لان انت بتدفع لكل تيم، فانت لما تزود عدد التيمز فانت بتزود الكوست على نفسك. هو عايز يوصل للاوبتيمال نمبر اوف تيمز ان هم يعملوا الانلودنج للسفن دي في خلال الشيفت الواحد، علشان ايه؟ زي ما قلنا علشان يخلي يوصل ان هو يمينيمايز الاكسبكتد